نشكرش اولا الاخوان المقيمين هذا اللقاء التواصل الحقيقه النقاش حول مجموعه من القضايا لا نفس حاجه اليوم الوطن ديالنا مناقشه بهذا الهدوء وبهذه الطريقه هذه انه كما كنشوفوا ما حصل في مدينه الحسيمه هو يعني جرى انعدام السماع انعدام تحت قنوات الحوار انعدام كذلك التواصل بينهم وبين الشعب العام في تلك المنطقه مسؤولين كذلك الصوت اليوم احنا بدينا نسافر الدولة السيد الرئيس والبنيه الطيبه انه كيحضر يدير بتونس مع الساكنين في بلاد اوروبا بانه فتح وراش نقاش حول مشروع مدينة تونسان 2013 هو حقيقة على شرف الشرف الموظفين والشرف الساكنين والشرف كل المساكنين ولكن ما نقول لهم انه التدبير ديالو والتنزيل ديالو هو مقصر ولسنا نقول انه الفعل تكرار السكينة ورأي المجتمع المدني واش هو رأي الاستئناس ولا بالفعل تيتبنى على مقاربة تشاورية وفعل جميع المراش جدا سويرة جدا غادي يكون فيها شريك مجتمع مدني حقيقي ماشي مجتمع مدني كتقلب على المناح السؤال الثاني غادي نناقش مع الاستاذ اللي تكلم على مرارة ورأي الامير الشريعة كثيرة هي الارقام وقعنا باسهال هذا معنى في هذه المملكة الشريفة لها مغامرة وقعية واش كاين شي أثر فيه في مدينة وسام المغامرة ولا الكراج أثر فيه ربما كان شحال خدمة شحال كرة الأسرة شحال 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 شحال